للفن أشكال وأنواع وطرق مختلفة، وكل شخص بيعبر عن فنه بطريقته الخاصة، ولكن بعض الفنانين بيحولوا حبهم للفن وموهبتهم فيه إلى حرفة خاصة مناسبة لإلهم. مهنة اليوم مهنة بيطلق عليها أصحابها اسم مهنة الضغط على النحاس. اليوم نتعرف على هاي المهنة من شخص بدأ بممارستها لأكثر من 25 سنة، واليوم هو بيصنع مختلف القطع الفنية المختلفة والمميزة. أنا يسار الخطيب، بعمل في مجال الفنون التشكيلية، ومن ضمنها الضغط على النحاس. الضغط على النحاس بيختلف عن الطرق على النحاس، فاحنا بنشتغل بنعمل فنون على معدن النحاس بطرق انه نطلع منه فن. هالمعدن الجامد بنطلع منه قطع كتير فنية وجميلة. ميزتها انه مش محتاجة مساحات كبيرة حتى الواحد يشتغل فيها، وبتدخل في تطعيم الأثاث، بتدخل في لوحات فنية، بتدخل بكتير أمور إلها علاقة بالفنون أو بالأثاث أو بالشغلات الجميلة اللي زي هيك. الأغلب بيعرف مهنة الطرق على النحاس، نقدر نحكي إنه هاي مهنة انبثقت عنها؟ على الأغلب لأنه أنت إحنا بنتعامل بنفس المعدن، لكن السماكات بتختلف. هاي أقل سماكة. هاي يعني شيء كتير خفيف. أوكي. هذيك يعني كانت عبارة عن قطع أواني. الصينية، السدر، الزبدية، الكذا، الطنجرة، فسماكتها يعني بتحكي أنت تقريباً بخمس أضعاف هاي. التكنيك اللي بينشغل في هاي غير عن تكنيك الطرق. الطرق هي عبارة عن بدك تجيبي شاكوش وتصيري تدقي بالنحاس. النحاس بيكون أسمك لذلك بده شاكوش. النحاس اللي احنا بنشتغل فيه هو الاسم هو الضغط على النحاس، بمعنى انه انا بمسك وبضغط بأي أداة موجود بيعطيني التشكيل اللي احنا عم نحكي فيه. فهذا الضغط فبيعطيني الشغل. الطرق ما بيعلم عليه هذا الا لازم شاكوش وازميل يصير الشغل. هاي لقطع فنيه هاي ما بتزبط انه مثلا تستخدم للاكل للشيء، هاي لا تستخدم، بعكس القطع اللي بتكون على الطرق. هاي اللي بنشتغل فيها فقط لقطع فنيه او شيء زي هيك يعني. نعم. طيب كيف تبدأ العملية؟ كيف يوصلك للنحاس بالبداية؟ بعدين كيف بتبدأ بالتشكيل عليه والضغط عليه لغاية ما نوصل لهاي النتيجة؟ ببساطة شديدة، النحاس بينباع بالسوق. تمام. بجيب مثلاً أنا الشابلونة أو الموديل اللي أنا بدي أشتغل عليه. الرسمة. الرسمة. مثلاً افترضنا بدي أنا أرسم، عجبتني هاي شكل ورق الشجر مكتوب عليها لفظ الجلالة. بكل بساطة أنا بلزق الرسمة. هلأ شغلنا بصير يعني السر في كل هاي الشغلة هون. هلأ بنيجي بنعمل إحنا زخارف هيك، نمشي على باترن معين. هلأ مش فيش إله قياس، لكن إله زي شكل، يعني إحنا بنعطي باترن نعطيه هوية جمالية. بالضبط. يعني هاي القطعة بلشت من ورقة عليها ديزاين، انحطت هيك، انشغل عليها الأوتلاينز من برا، تنقلب، تنعمل التفاصيل. هلأ المعجونة هاي ليش إحنا منحطها؟ تحافظ على التفاصيل لحتى، لأنه أوريدي هو ضعيف يعني خفيف الرقيق. حتى لما واحد لما إحنا نثبتها على اللوحة زي هيك، لما واحد يجي يضغطها
ما ترد تنضغط لجوا ويتشوه الشكل. عرفتي كيف؟ تمسيد عبارة عن إنه إحنا بدنا نثبت هلا القطعة على قطعة الخشب بحيث ما يكون في فراغات يعني يطلع. هاي الطريقة كتير سهلة، تتهدى هاي تثبت هيك بأي قطعة خشب. لازم أضغط على الحواف، كل الأوتلاينز هاي لازم أنا أضغط عليها مشان ينفر الشغل اللي أنا اشتغلته، يبرز للقدام. تمام؟ الشكل اللي إحنا بدنا نشتغل عليه اللي نطلع عليه الجزء النهائي. هلأ مثلاً هون أنا دقيت بالشاكوش، كيف اللي كنا نحكي عنه طريقة الطرق على النحاس، هيها صارت واضحة هون. أنا عم طرقت على هاي، هذا الشاكوش اللي له طابة، لما بحط القطعة هيك بدق عليها بيطلع عندي، تأخذ العلامات تطلع شبه هيك، تأخذ العلامات. كيف بيتم التعتيق؟ هلا بيتم التعتيق إما بالمواد الكيماوية وإما بالألوان. فصرت أنا ألون، إذا بتحبي هلا بورجيك كيف. مهنة الدق على النحاس مهنة اندثرت، ولكن انبثقت عنها مهنة أخرى وهي مهنة الضغط على النحاس حتى نصنع منها قطع فنية مميزة وجميلة. احكولنا شو كنتوا تعرفوا معلومات إضافية عن هاي المهنة؟